عن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. ويذكر أيضا أن النظام الاستبدادي يستفيد من الظروف الدولية التي تميل إلى تعاطف الدول مع الهاربين الإريتريين وتقديم التسهيلات الإنسانية لهم، وذلك بدس جواسيسه ونشطائه وسط هذه المجموعات الهاربة لتنفيذ مخططاته الإرهابية والتخريبية، خاصة بين أوساط اللاجئين في إثيوبيا. من جهة أخرى، يقوم النظام الاستبدادي وضمن خططه الهادفة إلى تطبيق الحراك الداخلي بالتجسس على المواطنين من خلال متابعة الرسائل الإلكترونية واختراق أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة باستدخال تقنيات حديثة تعينها على التجسس استوردها من الصين في الفترة الأخيرة الماضية. وتؤكد مصادر الإذاعة أن هناك خططا تستهدف اعتقال كل من اتهم بأن له علاقة بالمنتدى الإريتري للحوار الوطني، وذلك من خلال زرع جواسيس في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تحاول استدراج المواطنين في النقاشات الجانبية متخفية بآراء معادية للنظام، وذلك للإيقاع بالأفراد الذين يعبرون عن سخطهم من الوضع المزدري الذي تعيش البلاد في ظل حكم الاستبداد. توفي يوم الثلاثاء الماضي الدكتور بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة والرئيس المؤسس للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، عن عمر يناهز 94 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها إلى المستشفى مصابا بكسر مضاعف في الساق اليسرى، حيث عانى من اضطرابات في القلب وخلل في وظائف الرئتين. ارتبط اسم الدكتور بطرس غالي بإريتريا من خلال ابتعاثه في بداية ولايته للأمم المتحدة عام 1992 للسيد سمير صنبار كمبعوث خاص للمنظمة الأممية للإشراف على الاستفتاء التاريخي الذي أجراه الشعب الإريتري في إبريل من العام التالي، والذي أكد عبره الشعب الإريتري عن رغبته في الاستقلال من إثيوبيا. كما يعتبر السيد بطرس غالي أول وآخر من قام بزيارة إريتريا من الأمناء العميدة للأمم المتحدة حتى الآن. كان الدكتور بطرس غالي قد ولد في بني سويف بجمهورية مصر العربية في 14 من نوفمبر من عام 1922، وتخرج من كلية الحقوق في جامعة القاهرة في عام 46. حصل على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون في باريس عام 49، حيث عين في أعقاب عودته إلى مصر رئيسا لقسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومنذ عام 49 وحتى عام 77 عمل غالي أيضا لفترة في الصحافة، حيث كان رئيسا ومؤسسا لمجلة السياسة الدولية منذ عام 65 حتى تم تعيينه أمينا عاما.